السلام عليكم. une petite vidéo اللي بغيت نبارطاجي فيها معكم quelques messages. واحد الميساج اللي كيبان لي انا مهمين في هذه الظرفيه هذه اللي كنعيشوها كاملين واللي العالم كله كيعيشها. قيت واحد العدد ديال لي ميساج، مي بالنسبه لي لهاد لا فيديو في هاد الظرفيه هذه مهمه. علاش؟ لاننا غادي ندوزو دابا من المرحله لا بلو كريتيك بالنسبه لهاد الوباء ديال الكورونا فيروس، الكوفيد 19 اون بارتيكولي. علاش مرحله مهمه وخطيره في نفس الوقت؟ لان دابا غادي ندوزو المرحله اللي نقدروا غتكون فيها واحد الانتشار اللي هو اكسبونونسيال، يعني الوتيره غادي تصاعد، وهذه يعني تشافت في جميع البلدان. سي نورمال. الدور ديالنا هو اننا نحاولوا نحدوا او ماكسيموم هذا الانتشار هذا في هذه الظرفيه هذه. علاش؟ لانه هو اللي غادي يل فا ديتيرميني السرعه ديال كيفاش نقدروا نسيطروا على لا سيتوياسيون. الوغ لي ميساج لو برومي اللي هو لو بلوز ايفيدون، ما غاديش نطول فيه لان كل شيء هضر عليه، والحمد لله اجوردي كل شيء وعى بالاهميه ديال المسائل اللي هي ديال الوقايه اللي هي مهمه، الغسيل اليدين اكسيتيرا، نبعدوا من الاماكن اللي فيها الزحام، ولو بلوز امبورطون اهم حاجه هي نبقاو في دارنا على قدر الامكان، على قدر الاستطاعه، يعني نخرج للضروره، يعني تبقى في دارك توي سيغ لان ما غاديش تادي راسك وما تاديش الناس الاخرين. علاش؟ لان هذا الفيروس هذا ماشي كيطير ولا كيدير جناوح وعايد يدخل عندك لدارك. نو، فيروس كينتقل بانتقال ديال الناس، داكوغ؟ دونك هو كي انت هو داك موان دو ترونسبور ديالو، الانسان هو البشر هو موان ترونسبور ديالو. دونك انا الى بقيت في داري سديت عليا وجي ليميتي لي فاي فيان الخارج، فورسيمون جي ليميتي هادشي. اي ا بارتير دان سيغتان، يعني هادشي اللي تمشى في جميع البلدان اللي كي سون اريفي ا كونتينير ويحدوا من الخطوره ديال هاد لو فيروس. دونك هادي يعني ما كنطلبوش من بعضياتنا شي حاجه مهمه وصعيبه بزاف، يعني شي حاجه اللي هي بسيطه نقدروا نديروها كاملين. دوزيام ميساج اللي هو مهم هو ان هذه الظرفيه هذه اللي فورسيمون هذا لو كونفينمون غادي يجي عندنا ان نبقاو في الجورنا ايتترا، سي اوسي واحد لا بيريود ديال اللي كنسموها لانتروسبكسيون، ولا واحد النظر داخلي، اننا نجلسوا مع راسنا ونفكروا نشوفوا اول حاجه اننا اوني ريان دو تو. يعني احنا كبشر يعني كان واحد الوقيته الانسان كيحسب راسو راه يعني وصل وبانه دار بزاف الحوايج وطلعنا لا لون ودرنا هذه، ولكن الانسان سبحان الله العظيم كيبقى دائما كنشوفوا لي شوز بلي بون بروبورسيون، كنشوف راسنا باننا حنا والو في هذا الكون هذا كامل، لان شي حاجه اللي بسيطه وقفات العالم لا او نيفو ديال التنقل، لا او نيفو ديال ليكونومي ديالو ايتترا، اي اوني جوست او ديبي ديال هادشي كامل. الحاجه الثانيه هو ان هذه الظرفيه هذه كتجعلنا اننا نحطوا ونشوفوا بان راه الاولويات ديالنا هما مسائل بحال الصحه. اليوم كل شيء ولا باغي غير صحته، لان علاش هذا الهلع وهذا الخوف هذا؟ على صحتنا، كل شيء خايف على صحته انه ما يضررش من هذا الفيروس. دونك مسائل بحال الصحه ديالنا، بحال عائلتنا نخافوا عليهم، مسائل اللي هي بحال القيم ديال المجتمع اللي هما بحال لا سوليداريتي يعني بيناتنا، لو سيفيزم يعني نردوا البال، ليجيان، بعض المسائل اللي كنشوفوها في باقي العام كنا كنشوفوها يعني بحال هي راه بديهيه ولا ماشي مهمه، ولكن دابا في هذه الظرفيه هذه خصنا نفكروا في هذه المسائل هذه. ثالث حاجه هي ان الانسان هو واحد ليتر اللي عنده دي كاباسيتي دادابتاسيون، يعني هو كيقدر يتادابتا لبزاف ديال المسائل. دونك كنتاقلموا الانسان بالطبيعه ديالو كيتاقلم مع الظرفيه اللي كيعيشها. اليوم كنشوفوا بان الانسان يا اون ادابتاسيون ديال لي سيستيم سكولير، دونك كنشوفوا دو لانسينمون ا ديستانس كي ان تران دو بروندر فورم بالايجابيات والسلبيات والصعوبات سورتو ديالو، ولكن اون با لو شوا. دونك الانسان كونت ينا با لو شو يل سادابت. علاش؟ لان اون ان سيستيم ادابتاتيف، يعني الانسان عنده واحد السيستيم لداخل سبحان الله اللي كيقدر يتادابت لبزاف المسائل.
غير حنا ما خصناش نعطلوا هذاك لو سيستيم، يعني من هو راه خدام الا عطيناه الوسائل باش نتادابطاو، والوسائل راه هي اللي كنرجعوا ليها دائما، اللي هي غادي نقولوا كيفاش غنعيشوا هذه الظرفيه هذه. الاول حاجه هو بيان سور الوقايه، هضرنا عليها. ثاني حاجه كل شيء كيهضر على المسألة هي المناعة، لأن ان فاكسان بو بخون دو طون، وأصلا يعني أي فيروس البشرية كتأدبط معاه، يعني كتكون عندنا المناعة ولي زانتيكور اللي غاديين يضادوا هذا الفيروس هذا. كاع لي فيروس اللي جاو على المدى ديال التاريخ البشريه، كيكون ان مومون ديال لا فيرولونس ديال هذاك لو فيروس، يعني كيكون واحد الجهد ديالو، على ما الانسان البشر عرف الكور ديالو لكل واحد فينا انه يصنع هذاك لونتي كور اللي مضاد لهذاك الفيروس. اي دونك نوت كاباسيتي هي كوليكتيف ديال البش ديال البشريه اننا نديرو لي زونتي كور. دونك سي بور سا كل شيء كيركز على ليمونيتي، على المناعه ديالك. اليوم عرفنا بان هذا الفيروس هذا كياتاكي اكثر وكيصيب اكثر وكيكون كيشكل خطر كبر على الناس اللي عندهم واحد لي لا اون كوموربيديتي، يعني عنده ديجا واحد لا سيتوياسيون ديالو ديجا اللي هي ماشي هي هذيك، يعني عنده دي بروبليم ديال الديابيت ولا ديال لوبيزيتي ولا مشاكل القلب ايتترا. وعلى هذا الشيء علاش الاخصائيين دائما كينصحونا بانك دير في صحتك، يعني على قبل وتكون عندك واحد المناعه تكون ستابل. الوغ المناعه كدوز بمسائل اللي هي عده. بون دابا ا كور تيرم كاين مسائل اللي نقدروا نديروها، مي سي سورتو ا لون تيرم. بيان سور كاين التغذيه، التغذيه شي حاجه اللي مهمه بزاف في هذه الفتره هذه، خص الواحد يديها في التغذيه ديالو اون سو فوكاليزون على لي ميكرو نوتريمون. الميكرو نوتريمون هما الفيتامينات، لي مينيرو، الالياف، لي فيبر، مي سورتو لي فيتامين لي مينيرو، لانهم هما اللي كيكونوا هذيك المناعه ديالك. سي با كو لي ماكرو نوتريمون، ماشي لو نومبر دو كالوري اللي غتاخذ ولا لي بروتين سيرا، سي سورتو لي ميكرو نوتريمون اللي غادي يعاونوا لو كور ديالك باش يكون عنده الظروف الكافيه باش يتاقلم. هضرنا على لو سيستيم ادابتاتيف، السيستيم ادابتاتيف كيخدم بهذوك يعني دوك اللبنات، دوك المواد ديال البناء باش غيبني لو كور، هذوك لي زونتيكور اكسترا غادي يبنيهم ابارتيغ دي ميكرو نوتريمون اللي غيكونوا عنده في لو كور. ثاني حاجه اللي مهمه هي ليكزرسيس فيزيك، يعني خصنا نكملوا اننا نديروا الرياضه. الناس اللي ديجا كيديروا الرياضه دائما هاد الفتره هذه، يعني ماشي انك جلستي في الدار صافي غنحبسوا كل شيء، لي صال سدو ايتترا، جو بو ندير ان بروغرام ديالي وسط الدار ديالي في الصالون ديالي، نطلع للسطح، جو في مادابتي. اونكور اون فوا الكلمه اللي هي مهمه بزاف هي لادابتاسيون، هي التاقلم، نتاقلم مع هذا الوضع هذا اللي هو جديد باش نقار راسي كيفاش ندير. والحمد لله شفت واحد العدد كبير ديال الاساتذه وهذا في انترنت اليوم في يوتيوب ايتترا، داروا يعني الدروس ديالهم وداروا لي لايف ايتترا. يعني ما عندكش واحد السبب علاش ما ديرش الاكزرس فيزيك، علاش الاكزرس فيزيك كيقوي المناعه ديالنا. واحد بشرط اللي مهم بزاف هو اننا اون دو با ديباسي لي ليميت. ملي كنكونوا في واحد ليتاب، واحد لا فاز اللي هي عاديه لونترينمون، كنقولوا اون دو روبوسي لي ليميت ديالنا، اي سي نورمال، يعني كنفوتوا هذاك القياس ديالنا باش من بعد لو كور يريكوبير وكنتقوى. ولكن دابا بالخصوص ما خصناش نخاطروا، علاش؟ لان في اون فاز اللي كنفوتوا لا ليميت كان اون كري واحد دو ديزيكيليبر في لو كور، اي في هذاك لو ديزيكيليبر كتكون فراجيل، يعني لي بروبليم دو سانتي كيقدروا يجيونا في هذاك لو مومون ديال لا فراجيليتي، اللي هي ما بين لو طون كو لو كور برون باش يريكوبيري. دونك الا كنت غنتريني نتريني 30 دقيقه و جو مو بوس با ابو، ما خصش نعطي الجهد ديالي دابا، والا غنولي في خطر بالعكس. دونك هذه بالنسبه للاكزرسيس فيزيك. ثالث حاجه واللي هي مهمه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي لا رولاكساسيون. هادشي هاد اللي كاين واحد الخوف اليوم اللي هو سائد عند او نيفو مونديال من هاد الوباء، الله يحفظنا جميعا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وندوزو هاد لا بيريود هادي كريتيك. يعني الخوف راه كيخلينا نعيشو في واحد ليطا بسيشيك اللي ماشي هو مستقر، وما كيخلينا نديرو والو، دونك يل نوز هانديكاب، ولكن عنده دي زيفي اوسي سور لو كور ديالنا. علاش؟ لان ملي كيكون الخوف كتكون لا سكريسيون، يعني كنفرز الكورتيزول اللي هو الماده ديال لو ستريس، لورمون ديال لو ستريس، اي لو كورتيزول كيهبط لنا من المناعه ديالنا.
D'accord, donc quand je stresse, les défenses naturelles qui hébtent. Donc il faut faire des choses tous les jours qui vont nous le stress. انا كنصحكم مثلا انكم ديروا مثلا جوج الحصص في النهار او موان ديال لا ريسبيراسيون غتقلبوا على على دي زيكسيس دو ريسبيراسيون ديال لا كويرونس كاردياك. قلبتوا في يوتيوب على لا ريسبيراسيون ولا لا كويرونس كاردياك، هذه عندها واحد المنفعه كبيره 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 اون جينيرال في توت لي بيريود دو ستريس بالنسبه لي زيتوديون لي مقبلين على الامتحانات اكسيتيرا. هذه من الانواع ديال الطرق باش نقصوا من لو ستريس. كاين طرق واحده اخرى، انني نخرج البالكون نشم الهواء لان الهواء مهم، ليكسبوزيسيون او سولي مهمه حتى هي ما خصناش نساوها. نمشي نطلع للسطح بيان سور بوحدي، ماشي نمشي نطلع للسطح مع الجيران ودونك سا دونك بحال ما درنا والو. نشوف نشم هواء نقي، جو بوج واحد شويه ايتترا. دونك هذه مسائل اللي غادي تعاوننا في لا ريلاكساسيون. ثالث ميساج اللي هو مهم جدا هو ان ملي غتبقى في داركم راه عندك الوقت نستغلو. هذه راه هي واحد المحنه ولكن او ميم طون راه منحه، منحه انك هذاك دائما حنا كنتشكاو ما عندناش الوقت، ما عنديش الوقت باش ندير هذه، ما عنديش الوقت باش ندير هذه. ها هو الوقت، دابا الناس عندهم وقت وي سو دوموند شنو ندير الوقت هذا. انا بالنسبه ليا من احسن لي زانفيستيسمون يعني الاستثمارات اللي تقدر دير هذا الوقت هو انك تستثمر في التعلم ديال شي حاجه. داكوغ لو ديفلوبمون هضرت عليه في الاول ديال العام بان هذا العام خصنا الواحد يقرر انه عنده دي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون. تعلم شي حاجه، تقدر تعلم اون لونغ، تقدر تعلم شي مهاره، تقدر تعلم بزاف المسائل اللي تقدر تعلمها لانك عندك الوقت. والوقت راه هو لي سي ان دي دي اون دي ريسورس لي بلوز امبورطونت. اليوم انت عندك الوقت، الوقت انك تتعلم، انك تو ديفلوب، الوقت انك تو كونيكت مع تا فامي القريبه والبعيده. اليوم الحمد لله الوسائل ديال الاتصال خصها تصلح لهذا الشيء. فوالا اي بي سي تا مومون دو بو غالونتيغ لان هذا العالم هذا اللي غاديين فيه دائما بواحد السرعه وما كان اون كونترول ريان دو تو. ها هو فكرنا دابا في هذه الظرفيه هذه اننا اون غالونتي واننا on se pose des questions sur la manière ديالنا باش كنعيشوا حياتنا، sur l'immunité ديالنا، sur صحتنا، sur le mental ديالنا etc. voilà بقاو ديوركم. هذا هو الميساج الاخر ونتمنى لكم ان شاء الله تبقاو ان شاء الله في امن وامان ان شاء الله في بلادنا وجميع البلدان ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تمكنوا ندوزوا هاد لا فاز هادي بلا ميور ادابتاسيون بوسيبل. السلام عليكم.